صباح الفل، كيف مشاهدي ومتابعي تونس رقمية تونسي نوريك مباشرة من مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة النائب الاثنين. معنا في المباشر مدام إنيس فاطمي رئيس الهيئة الفرعية. مدام إنيس، نو كان نحكي شوية على السيارة الحملة الانتخابية. صباح الخير. الو، احنا نذكروا بالدائره الانتخابيه بالهيئه الفرعيه تضم 5 دوائر انتخابيه مترشحين عليها 28 مترشح يتسابقوا على 5 مقاعد في البرلمان. هي كالاتي: حمامات سليمان جرومبيليا، تكلسه الحواريه، وبوعركوب نخلات. دونك احنا عندنا في الهيئه الانتخابيه نائب الاثنين حوالي 290 الف مترشح، عفوا ناخب. عندنا 123 مركز اقتراع فيها 355 مكتب. الحملة انطلقت كما شفتوا، حضرنا لها اللي لازمها على المستوى اللوجيستي، على المستوى البشري، على المستوى حتى المعلومات. دونك المترشحين قاعدين يخدموا في الحملة الانتخابية نتاعهم. سامباش احنا سجلنا لحد الآن 10 مخالفات، وجهنا 5 تنابيه. المخالفات تتلخص جينيرالمون يا اما في التعليق خارج الاماكن المخصصه لذلك، والا نشاطات غير معلم بها ما يعلموش الهيئه في الاجل القانوني، هو 48 ساعه قبل يوم النشاط، 48 ساعه قبل تاريخ النشاط. سير العمليه تصير بسلاسه، ما شفناش حاجه كنا متخوفين ولا توقعنا حاجه كبيره، على خاطر المترشحين جينيرالمون ما عندهمش هذيك المعرفه القانونيه، ما هيش احزاب عندها خبره كبيره وتجربه في الانتخابات. مي الحمد لله الامور قدمتهم على ما يرام. حتى المخالفات جينيرالمون عن جهل، ومجرد انه نوجه لهم التنبيه يتم يا اما ازاله المعلقه خارج الاماكن نتاعها، يا اما يقول انا ما نعرفش، ما رجع ما عادش نعاون. مثل 28 مترشح ويتسابقوا على 5 مقاعد في البرلمان.